I am inviting the second internationally famous Korean state, Indonesian leader, Mumin Ainul Mubarak, to come here on the mic and help us to enjoy the recitation of some verses of the Holy Quran. The Indonesian leader, Mr. Qari Mumin Ainul Mubarak. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Mumin Ainul Mubarak from Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله حياك الله.
الله حفظة الله صوتك ما شاء الله. والله سميع عليم. ما شاء الله ما شاء الله الله جميل أحسن ما شاء الله. إذ قالت المرأة عمران. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جميل جميل أحسن ما شاء الله. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ما شاء الله ما شاء الله حياة الله ما شاء الله. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نارا التكبير نارا التكبير مؤمن عين المبارك مؤمن عين المبارك. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وذريتها من الشيطان الرجيم.
وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله Oh,
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها الله أكبر ما شاء الله حياك الله جميل أحسن ما شاء الله والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها صدق الله العظيم نعره تكبير نعره تكبير هوراي مصر هوراي اندونيسيا هوراي تنزانيا ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في صوتك